عن الفريق يعني كان يقدم نتائج مش ولا بد يعني في المباريات الاولى، لكنه على مستوى الاداء كان افضل، كان افضل. انطلاق الان عند ادهم مرعي في اليمين، بيحاول ادهم مرعي، بينطلق ادهم مرعي بكره عرضيه خطيره، هذه خطيره، جول 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 حمادة مرعبة، جول الاسلامي، جول، وسجل هدفه الاول عن طريق حمادة مرعبة. نعم يدوب الرعب الان في صفوف نادي مؤسسة البيرة. الله عليك، الله 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 يا حمادة يا مرعبة. كلمة السر الذي دخل في الشوط الثاني من هذا اللقاء. 12 دقيقة، 12 دقيقة فقط احتاجها حمادة مرعبة ليسجل أول أهدافه في بطولة الدوري. الله 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 يا حمادة، شوف من وين قاطع، شوف من وين جاي، القادمون من الخلف الآن، كرة عالية انتقلها خلف اللي هو رائد فارس وسجل هدف، سجل هدف محمد نائل. محمد نائل بتعود الكرة لمصلحة إسلامي قلقيلة، لكن شوط ثاني أجمل، شوط ثاني في حماس أكبر وكرة عالية قد تخون دفاع البيرة. أخرج يا راني، إيش بيعمل راني عود، إيش بيعمل راني عود، جول 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 ليث خروب، ليث خروب يحط جول التعادل الآن لمصلحة مؤسسة البيرة عن طريق المتخصص، عن طريق ليث خروب يعود فرسان الوسط، فرسان الوسط عادوا الآن عن طريق المتخصص اللي هو ليث خروب. خطأ من راني، من راني عودة ومشترك ما بين المدافعين، ثم استفادة ممتازة من اللي هو ليث خروب. شوف العادة البطيئة، ايش بيعمل راني، ايش بتعمل يا راني يا عودة في هذه اللقطة، خلاص هذه كرتك، هاي كرتك، هاي كرتك، لكن شوف لا زالت الكرة عادت صوبة دخلت وهدف التعادل.